فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. هو الجزء الثاني من هذا الموضوع، نستعرض لكم فيه كيف يقوم بعض المتسولين بتلفيق المرض والإعاقة ليستطيعوا بذلك التلاعب بمشاعر الناس والحصول على أموال لا يحق لهم الحصول عليها، لأن صاحب ذلك المال يكون قد اكتسبه بجهده وعرق جبينه. أما هؤلاء المتسولين فيحصلون على ذلك المال دون أي عناء. فابقوا معنا. تعتبر سنغافورة إحدى أكثر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم، ويتجول مئات الآلاف من السكان حول شوارعها على مدار اليوم. وبغض النظر عن كون سنغافورة واحدة من أعلى الدول من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن المتسولين لا يزالون يواصلون عملهم هناك، حيث تقول الإحصائيات إن معدل كسب المتسول يومياً هناك هو 150 دولاراً. لذلك يفضل الكثيرون هناك العزوف عن العمل التقليدي والتوجه إلى هذا العمل المربح، حيث يستطيعون بذلك كسب المزيد من الأموال. هذا الرجل أراد التسول على الطريق، وعندما رأى الشرطة أراد الهروب، لكنه لم يستطع ووقع في قبضتهم. طلب منه رجال الشرطة نزع بنطاله، فامتثل لذلك، واكتشفوا أنه يرتدي بنطالا آخر يخفي فيه قدمه ليبدو وكأنه معاق. والغريب أن الشرطة قامت بإطلاق سراحه فيما بعد ولم يعتقلوه. هذا الرجل يتسول في الشوارع مخفيا يده تحت ملابسه، فتبدو وكأنها مبتورة، ليستطيع بذلك اللعب على عواطف الناس. ولكن عندما شك أحد المارة في أمره طلب منه أن يظهر ذراعه، فرفض في البداية، وبعد التهديد والضغط قام برفع قميصه فانكشفت حقيقته. وخوفا من أن يتم القبض عليه ولا هاربا ليقوم الشخص الآخر بتصوير هذا المتسول ونشر الفيديو على الإنترنت. هذا المتسول فقد كلتا رجليه، أو على الأقل هذا ما يبدو للوهلة الأولى. هذا الرجل كان يزعم أنه تعرض لحادث مروري فقد على إثره وظيفته كرجل شرطة، وكذلك كلتا رجليه، حتى تم الكشف عن حقيقته من قبل أحد المارة وقرر تصويره في اليوم التالي. في تلك اللحظة أدرك المتسول أن أمره قد انكشف، وكما ترون في الفيديو يبدأ بجمع أغراضه والمشي بعد ذلك. على الأرجح سيقوم الآن بالبحث عن مكان آخر يستطيع فيه خداع الناس دون التعرض لمثل هذا الموقف. هذا المتسول يتظاهر بأنه مصاب بمرض خطير في عظام قدمه، ويحمل معه وصفة طبية مزيفة تقول بأنه يجب معالجة هذا المرض في أسرع وقت، وإلا سيؤدي ذلك إلى وفاته. ولكن وبطريقة ما يشك أحد الناس في الأمر ويطلب منه الكشف عن قدمه، فرفض المتسول هذا الطلب، وفي النهاية يقرر المتسول الهرب بسرعة وكأن قدمه قد تعافت للتو. ربما لم تشاهدوا في حياتكم متسولا في حالة يرثى لها أكثر من هذا الرجل، حيث يبدو وكأنه فقد كلتا يديه ورجليه. ولكن عندما شكت الشرطة في أمره واقتربت منه لتكشف الحقيقة، بدا وكأن قدماه ظهرت فجأة من العدم، ثم بعد ذلك ظهرت يداه أيضا. يبدو هذا المتسول وكأنه مصاب بالشلل الكامل، حيث لا يستطيع تحريك أي جزء من جسده. وفعلا نجحت حيلته في كسب تعاطف الكثير من الناس، إلا أن صاحب المتجر في ذلك المكان تنبه لهذا الأمر، خصوصا عندما أصبح المتسول عقبة في الطريق وبدأ بعرقلة السير هناك، فقرر إبعاده عن ذلك المكان. وفي البداية لم يرد أن يكشف سره، وبعد ذلك قام صاحب المتجر بتهديده بالاتصال بالشرطة. عندها قام فورا من مكانه وكأن كل أسقامه قد تبددت. هذا المتسول من الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بهذا العمل عند الإشارات المرورية، ولكن أحد سائقي الشاحنات كان على علم بحيلة هذا الرجل وبدأ بتصويره. وعندما علم المتسول بأمر التصوير قرر أن يتوقف عن التمثيل ويبدأ في المشي مثل باقي الناس، ولكنه تقدم لسائق الشاحنة وطلب منه المال قائلا: ألا أستحق بعض المال لقاء هذا التمثيل الجيد؟ فقام سائق الشاحنة بإعطائه بعض النقود.
هذا المتسول من ولاية البنجاب الهندية يزعم أنه أصيب بالشلل منذ طفولته، وهو الآن يقوم بالتسول ليستطيع توفير لقمة العيش لنفسه، ولكن شك أهل الحي في أمره وبدأوا بالضغط عليه وتهديده، فانضم إليه بعض أصدقائه ليدافعوا عنه، ولكنه استوى واقفا في النهاية وكان يبدو بصحة جيدة جدا. قامت سيدة من الولايات المتحدة الأمريكية بإبلاغ قناة تلفزيونية بأنها رأت امرأة تتسول يوميا برفقة طفل في مكان ما، وأوضحت أنها في إحدى المرات رأت أمرا غريبا، حيث أن هذه المتسولة تعود إلى منزلها على متن سيارة فاخرة من نوع مرسيدس بنز، وعندما قام الصحفيون بتعقب تلك السيارة اكتشفوا أنهما يعيشان في منزل جيد، فقام الصحفيون بطرق الباب ولكن لم يخرج أحد، وامتنعت هذه المرأة عن التسول لعدة أيام في ذلك المكان، ولكن تم مشاهدتها مع طفلها ذات مرة، وبعد السؤال الصحفيين لها أنكرت كل الاتهامات واستقلت سيارة سوداء وذهبت بعيدا. فيما بعد عرف أن هذه المرأة استطاعت كسب كمية من الأموال من التسول مكنتها من شراء منزل وسيارتين. في نهاية الفيديو لابد أن ننوه إلى أن الفقر موجود بنسب متفاوتة في هذا العالم، وقبل إعطائكم النقود لأي شخص فمن حقكم أن تعلموا هل الشخص الذي أمامكم يستحق المال الذي اكتسبتموه بجهدكم أم لا، والأفضل أن تقدموا للمستحقين الطعام والملابس بدلا من النقود. شكرا لمشاهدتكم. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.